يعتبر برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية أحد المبادرات البارزة والمهمة للارتقاء بمنظومة العمل الحكومي في مملكة البحرين برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وشكلت دفعات البرنامج منذ انطلاقه كوكبة من أبناء الوطن الذين يسهمون في خدمة مملكة البحرين بروح الفريق الواحد فريق البحرين. مبادرة بارزة وحجر اساس للارتقاء بالكوادر الحكوميه في مملكه البحرين سبع دفعات مضت في برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنميه الكوادر الحكوميه تبوا فيها المنتدبون العديد من المناصب الحكوميه ودفعات مقبله هدفها الاسمى العمل بروح الفريق الواحد فريق البحرين في ميادين العمل الحكومي كافه ياتي هذا البرنامج تماشيا مع رؤيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لخلق كوادر وطنيه قياديه تشارك في التطوير والتنميه من اجل نهضه مملكه البحرين، حيث صمم لانتداب الكفاءات البحرينيه الشابه والمتميزه من الجهات الحكوميه لمده عام واحد الى مكتب رئيس مجلس الوزراء، وتدريبهم على مستوى عال بما يخدم عملهم الاساسي في جهات عملهم الحكوميه الاخرى.

رؤية سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في تنمية الكوادر الحكومية تهدف إلى رفع مستوى الكوادر الوطنية الشابة مهنياً من خلال إخضاعهم لبرامج تدريبية مكثفة حول طرق البحث والتحليل والقيادة، بالإضافة لتمكين المنتدبين من التعرف عن قرب على آلية صنع وتنفيذ السياسات والبرامج الحكومية من خلال عملهم بشكل مباشر مع عدد من المسؤولين وصناع القرار في المكتب. ومؤخرا وجه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنه تختص بمتابعه منتسبي البرنامج بعد تخرجهم منوها سموه بجهود القائمين على البرنامج ودورهم في خلق فرص التطوير امام منتسبيه بما يتماشى مع الاهداف والتطلعات المنشوده والطموح المستقبلي يكمن في حث سموه الكوادر الوطنيه على ان يكون الانجاز عنوان عملها والتميز هدفها والتنافسيه والعداله والاستدامه هي المبادئ التي يستند اليها فالوطن لا ينهض الا بايدي ابنائه وبناته في كافه القطاعات ونحن نعيش في عالم لا مكان فيه لغير التميز والابداع